ذكر أهل العلم أن من أسباب منع أو عدم التوفيق لقيام الليل معصية الله عز وجل، فمن رأى من نفسه تثاقلا أو تكاسلا أو حرمانا من قيام الليل فليحاسب نفسه وليفتش عن عيوبه، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاءه قوم فسألوه: إننا لا نقوى على قيام الليل. فقال لهم أو ذكر له قوم لا يقدرون على قيام الليل، فقال: أثقلتهم ذنوبهم، أو قال: كبلتهم الذنوب. فذلك من شؤم المعصية. وورد مثل ذلك عن الإمام التابعي الزاهد الكبير الحسن البصري. ومن هنا ينبغي للمرء أن يتخذ الأسباب التي تعينه على قيام الليل، فالابتعاد من المعصية من أولها مع التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، كما قيل عن أحدهم أنه حرم من قيام الليل 6 أشهر، قال: ففتشت عن ذنب أذنبته، فتذكرت أني رأيت رجلا يصلي في المسجد وكان يبكي بصوت، فقلت في نفسي: أما استطاع هذا أن يمنع بكاءه؟ أي لماذا يفعل هذا أمام الناس؟ فكأنه اتهمه بالرياء، وقد يكون غلبه البكاء فلم يقصد، فأساء به الظن، فكان سوء الظن في حقه معصية، ولذلك حرم من قيام الليل 6 أشهر. فلئن كان هذا الذنب أدى به إلى هذا الحرمان، فما بالكم بمن يرتكب أعظم من ذلك؟ نسأل الله العافية. نعم، قد يغلب المرء على النوم في بعض الأحيان لضعف أو لمرض أو لتعب، فالله تعالى شفيق به، رحيم لمن علم منه المواظبة على هذا الفضل من القيام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن إذا كان له ورد من الليل أو نصيب من الليل يقوم فيه فغلبه النوم، آتاه الله تعالى أجره ولو لم يقم، وكان نومه عليه صدقة، فهذا من فضل الله تعالى ولطفه بعباده، لا للمتكاسلين الغافلين. ومن أسباب قيام الليل التي تعين عليه ذكر الله عز وجل، لأنه يطرد الشيطان ويفتح القلب ويحيي النفس ويوجه الجوارح إلى طاعة الله تعالى فتنشط بالعبادة.